كما عودناكم في هذه الفقرة الصباحية وفي ساعتنا الأولى سوف نستعرض معكم أهم الأخبار التي جاءت في الصحافة والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء حول الشأن اليمني. بدايتنا مع جريدة الوطن التي تقول: الحكومة اليمنية اتفاق الرياض خطوة نحو السلام الشامل. إلى صحيفة صدى الإلكترونية: مقتل 217 مدنيا بالحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية. إلى موقع المشهد العربي: السفير السعودي يبحث أوضاع اليمن مع مبعوث بوتين للشرق الأوسط. إلى وكالة سبوتنيك الروسية: في اليمن القوات المشتركة تصد هجوما لأنصار الله شرق مدينة الحديدة. موقع أبو ظبي الإخبارية: الإنقاذ الدولية تطالب دولة عظمى بتدخل عاجل لإنهاء الحرب في اليمن. إلى صحيفة الخليج التي تقول: الجيش اليمني يدمر تعزيزات عسكرية حوثية في تعز. إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية: رئيس وزراء اليمن يناقش تطبيع الأوضاع في أبيض. وموقع اليمن اليوم: الغذاء العالمي يبحث عن تسهيلات لإيصال المساعدات عبر ميناء عدن. وأخيرا مع المصدر 24 الذي يقول: قضية خطيرة تهدد الأمن الغذائي في اليمن، خضروات وفواكه ملوثة على الموائد لهذا السبب.